الفنان أحمد بدير، أهلا بك على برنامج اليوم. سمعنا أنه بتحضر لمسلسل رمضاني جديد من إخراج المخرج عادل أديب، يا ريت نعرف تفاصيل أكثر عنه. مسلسل رمضان اسمه جبل الحلال، وده إخراج عادل أديب وبطولة محمود عبد العزيز. أستاذ أحمد، كيف شايف وضع السينما المصرية في الوقت الحالي؟ يعني في أفلام التجارية وفي الأفلام المستقلة وفي أفلام يعني للعائلة، كيف شايف الوضع عموما؟ هو الأفلام التجارية دي موجودة في كل دول العالم، إنما لما بتبقى هي السمة الغالبة خلاص بيبان إن في انحدار في الفن السينمائي. احنا في ظروف مصر السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كمان، ظروف الثورات الربيع العربي واللي حصل والأحداث وثورة 30 يونيو، حصل ان الانتاج قل، ان في انفلات امني، في مفيش استقرار، فبالتالي مين المنتج اللي يجازف ويعمل فيلم كبير؟ فبيتعمل الافلام البسيطة دي، فهم اربع افلام اتعملوا وهم كده، مفيش افلام بقى ذات قيمة اتعرضت في الفترة دي، فيبان ان السينما بقت تجارية، انما هي دي مش حقيقة. هو بس الوضع الحمد لله هيستقر، هو احنا دخلنا في مرحلة البناء والاستقرار والتخلص من الفخ اللي وقعنا فيه والنفق المظلم، خرجنا منه الحمد لله، فهنحتاج وقت لما نتعود على النور الجميل بتاع ربنا ده ونبدأ نستكمل المسيرة. بما أنك ممثل مسرحي بالدرجة الأولى، كيف شايف وضع المسرح حاليا في مصر؟ يعني صار سنوات طويلة ما في رواد للمسرح، ابتعدوا الناس عن المسرح، برأيك شو هي الأسباب وكيف ممكن نعيد المسرح لتألقه؟ والله المسرح له دور مهم جدا، وانا مثلا اكثر المسرحيات عملتها كانت مسرح سياسي، يعني دستور يا سيادنا، على الرصيف، تكسب يا خيشه، مع الاسف عملت مسرحيه من 4 سنين اسمها مرسي عايز كرسي، ما اعرفش ايه اللي خلانا نختار الاسم ده، بس الحمد لله وقع من على الكرسي. يعني المسرح له دور مهم جدا. مين بيضحكك؟ مين بيضحك احمد بدير؟ اني مين بيضحك؟ ياسين وفرح هم اللي بيضحكوني. ياسين وفرح احسن 2 كوميديانات في مصر هم دلوقتي، دول جداد ما تعرفيش عنهم، احفادي. لو حابب تعطي نصيحه للممثلين الشباب اللي حابين يعملوا كوميديا، شو هي النصيحه اللي ممكن تقدمها؟ بص، هو السينما الكوميديا اصلها فن صعب جدا، وانا من وجهه نظري انه اصعب من التراجيدي كمان، يعني انك تسعدي انسان او تضحكيه او تخليه يبتسم ويخرج من همومه ومشاكل، كل حياتنا مشاكل ونشرات ودم، فانك تخرجيه من المود ده وتخليه يفرح ويتبسط، ده مهمه صعبه. فمع الاسف في بعض النجوم لما بيعملوا سينما بيعملوها في الكوميديا، يعني بيعملوها بالشكل المسرحي، فانما الكوميديا في السينما مختلفة بقى. عايزة يعني مش لازم أنا في السينما أضحك زي المسرح، ممكن أبتسم وأبقى سعيد يبقى الرسالة وصلت. فهي شعرايا بتختلف في كوميديا السينما أو كوميديا المسرح. المسرح بيبقى فيه شكل من الأوفر شوية، أو الحركة بالجسم والإيد عشان الناس اللي قاعدة في آخر صف، انما التلفزيون او السينما بيبقى بالاحاسيس اكتر، فدي بتفرق، فلازم الفنان يبقى واعي للحته دي. يعني الفنان الكبير احمد بدير، شكرا جزيلا.